سلام عليكم، سلام عليكم، صباحكم الله بالخير ومساكم الله بالخير على حسب مواقعكم حول العالم. من الجميرة بيتش نقول لكم صباحكم الله بالخير، واحنا مستانسين، وانا الحين من الصبح جاي اخذ اسوي رياضة على البيتش وفي البحر، هالبحر النظيف الحلو، مقابل اكبر عين دبي، اكبر واحدة في العالم طبعا، والمدينة الرياضية السياحية، كل شيء تقوم فيها عدل. مقابلني فندق هيلتون دبي جميرة، تسوي رياضة من الصبح على هذا البيتش النظيف، وبعدين تسبح في البحر، يبعد عنك كل الأمراض ويعطيك عمر جديد. هذه الجميرة من الصبح، جميرة ريسيدنس GBR. الله، كل هذا البحر تحت تصرف مالك. 4 جولاي 2018.